هذا الرجل الشعر المسكون بالألم. وأنا دايما مش عارف يعني كنت بقول لبعض الشعراء وبعض النقاد أحيانا، مش عارف هناك ثنائية أحيانا بتخيلها في تصور ما، لما يعني أذكر أمل دنقل فلا بد وأن أذكر السياب، يعني أذكر هاشم الرفاعي، أذكر الشاعر أبو القاسم الشابي، يعني ثنائيات كده ربما يعني تكون هناك في نوع من المفارقات، شركاء شركاء في مساحة ما. صحيح. مارست دورك كشاعر عضوي أكتر في الحصى والرصاص اللي هي المسرحية الشعرية أم في أحزان السياب السبعة؟ في الاثنتين. الأكثر. لأني لا أنفصل. الأكثر. لا أنفصل. ربما يكون في المشروع اللي أنا مقدمه. في المشروع يعني. يعني الحصى والرصاص صدرت على الهيئة العامة للكتاب في 94 وكانت تتكلم عن الانتفاضة الأولى الفلسطينية. من خلال تشريح اجتماعي العائلة الفلسطينية بنوصل في تشريح للتاريخ الفلسطيني كله. وإحنا وصلنا فيه في مسرح شعري. أحزان السياب السبعة تهتم بالهم العربي عموما، يعني العراقي والمصري والفلسطيني يعني أسقطت هموم السياب على يعني في قصيدة بارزة فيه اللي هي أحزان السياب السبعة بتكلم فيها، وللمفارقة هذا الرجل بدل شكل سياب من القابضين على الجمر. اسمح لي اخش من الاباء المؤسسين طبعا. انت هتخش هيكمل كلام استاذ محمد، بس انا عندي حته على السياب، لان انا كان حلمي سالم الله يرحمه في إضاءة العدد الثالث كنت أنا عامل قصيدة اللي هي مهداة إلى روح بدر شاكر السياب اللي هي أنشودة العطش، على هي مش معارضة يعني أنشودة المطر. يعني العدد الثالث ده كان سنة كام؟ العدد الثالث ده كان يعني هي كانت 77 كانت في أوائل 78 يعني عشان نرجع بقى 78 فترة يعني. فخطفها حلم سالم من إيدي وإحنا قاعدين في علي بابا في أمسية، كانت بالقلم الرصاص مسودة وقال لي هي دي، وطلعت في العدد الثالث إضاءة 77 كانت مهداة إلى روح بدر شاكر السياب. كمل أستاذ محمد الكلام. المفارقة فيه كما تفضلتم وقلتم أنه كان رائدا مع أبو البياتي ونازك الملائكة الملائكة طبعا وأسماء تانية كثيرة ربما لا يذكر التاريخ أو سلام صبور صبور هنا يعني علي أحمد بكثير قبله يعني خلينا على أحمد بكثير كما يعني أثاره هو الذي ألقى بهذا الحجر في الماء الساكن. أنا بعتبره أكثر حداثة يعني أنا بعتبر المتنبي حداثي من الطراز الأول. امرؤ القيس أرانا مضيعين لأمر غيب، يعني امرؤ القيس يقول أرانا مضيعين لأمر غيب ونسحر بالطعام وبالشراب، يعني أليست هذه حداثة؟ بالضبط بالضبط، يعني احنا واخدين الحداثة بعد زمن لا هو بعد ولا ألفاظ متحزلقة، هو بعد إبداعي، يعني أنت أكثر حداثة كلما كنت قريبا جدا من الابداع. فيش كلام. من يوازي المتنبي الى الان مثلا؟ يعني مفارقه بدر شاكر السياب بعد هذه الضجه وكان له دور سياسي، يعني لكن ناخذه بالشق الادبي، يعني خلينا في والدراسات الأدبي والكتابات وهنا الادب الادب هو الاجمل والاروع طبعا، ضجه في الوطن العربي كله. واذا به ينفى الى الكويت ويعالج في المستشفى الاميري ولبنان وذهب الى لبنان ويكتب هناك غريب على الخليج على الخليج وديوانه المشهور طبعا 64 ويروح يزوره في اواخر ايامه صديق لي، فبيقول زرته ولم ارى منه الا عينين جاحظتين وجمجمه. وعندما مات بدر شاكر السياب الذي ملأ الدنيا ضجيجا مشى في جنازته اثنان، صديقه هذا وناقد. حتى انا بادئ الحزن الاول بهذه المفارقه بقول اثنان في جنازتي على لسان السياب، اثنان في جنازتي كلاهما مشى خلفي متسع الأحداث الموت والعراق. الله هم اللي مشوا وراه. الله الله الله، يعني هذه الرمزية هذا الاختصار يعني لو يعني وسبحان الله يوم الأحد الماضي احتفينا بأمل دنقل واليوم جاء ذكر السياب وكأنه يريد منا أن نقول عنه أشياء وأشياء. جميل. يعني في هذا الإطار ماذا تريد أن تقول؟ هو الحقيقة عشان برضو عشان نسمع برضو أخونا محمد، وبرضو أمل 21 مايو 83 في الغرفة 8، فاسمح لي أن أنا أقول يعني في دقيقة ونص